السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوصل هذا الفيديو إلى الجهات الحكومية اليمنية وإلى منظمات الإغاثة الدولية لإغاثة الطلاب اليمنيين المتواجدين في السودان والأسر اليمنية كذلك المتواجدة في السودان وإجلائهم من مناطق الصراع ومناطق النزاع. للأسف بعد الأحداث التي حصلت والتي لا زالت قائمة إلى اليوم من مواجهات واشتباكات عسكرية عنيفة في المدن وفي شوارع الخرطوم وفي الأحياء السكنية، كل الطلاب اليمنيين في السكنات وفي الداخلية الطلابية يعانون أشد المعاناة. الأسر أيضا في العمائر وفي الشقق يعانون أشد المعاناة، لا يجدون القوت اليومي، لا يجدون الماء ولا الأكل ولا الشرب ولا أي شيء، المتاجر مغلقة والأبواب موصدة أيضا أمامهم، والشوارع تقدح نارا من الشرق ومن كل النواحي. مناشدة عاجلة لقيادة المجلس الرئاسي ولدولة رئيس الوزراء وللسادة أعضاء الحكومة اليمنية ولطاقم السفارة اليمنية المتواجدة في الخرطوم ولمنظمات الإغاثة الدولية. الطلاب اليمنيين في السودان يعيشون وضعا كارثيا داخل منازلهم تحت رحمة الرصاص. الأسر اليمنية أيضا، الجالية اليمنية بأكملها، أغلب الجاليات العربية والأجنبية بدأت بترتيبات وتجهيز إجلاء رعاياها من السودان. أيضا مناشدة للمنظمات الدولية والإنسانية لإجلاء الطلاب اليمنيين والأسر اليمنية المتواجدة في الخرطوم. الوضع كارثي كارثي جدا، يعني فوق ما تتصوروا. أنا ومعي مجموعة من الشباب بعد حصار أطبق علينا لمدة 5 أيام ومعاناة في الخروج والنزوح، وصلنا بحمد الله وسلامته إلى ولاية أخرى، ولاية سودانية أخرى آمنة، لكن الكثير بل الأغلب لا زالوا تحت رحمة الرصاص، لا زالوا تحت القصف، لا زالوا لا يستطيعون الخروج، لا يجدون ما يأكلون وما يشربون. مجلس القيادة الرئاسي، السفارة اليمنية في الخرطوم، الحكومة اليمنية ككل، حسوا بالمسؤولية واشعروا بالطلاب اليمنيين في السودان وبالأسر والعوائل الموجودة وبالأطفال والنساء. أغلب الدول والحكومات العربية والأجنبية أيضا تعمل على قدم وساق لإجلاء رعاياها من السودان إلا حكومتنا الموقرة. نتكلم ونناشد عبر كل الصفحات وعبر كل القنوات، لكن لا سامع ولا مجيب. شاركوا هذا الفيديو ليصل إلى الجهات المعنية، ونتمنى منهم أن يلبوا هذا النداء، نداء عاجل واستغاثة عاجلة لا تحتمل التأخير أبدا. نسأل من الله أن يحمي السودان وأهل السودان وشعب السودان، وأن يحمي العالقين في السودان وكافة الرعايا العربية والأجنبية المتواجدين هنا. نسأل من الله أن يطفئ نار الحرب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وشكرا لكم، شكرا لكم جميعا.